بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الأولى انتساب، وطلاب وطالبات شعبة اللغة الإنجليزية الفرقة الأولى جروب سي، النهاردة إن شاء الله هنبتدي نستكمل مع بعض في محاضرتنا موضوع أنواع الفساد وصوره المختلفة، أو أنواع وصور الفساد. إحنا درسنا في المحاضرات السابقة، اتكلمنا عن الفساد وتعريفاته المختلفة، واتكلمنا على مدى انتشار الفساد، واتكلمنا على الهرم اللي موجود عندي، هنفتكرهم مع بعض، اللي بيمثل لي مدى انتشار الفساد في الدولة سواء كان على المستوى السياسي أو على المستوى الإداري، واتكلمنا على أنواع الفساد بصفة عامة، وركزنا في المحاضرة اللي في الماضية على الفساد المالي. طب نفتكر ده مع بعض كده بسرعة، بعدين بنستكمل أنواع الفساد الأخرى غير الفساد المالي. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الفساد، واتفقنا إن الفساد يعتبر أي عمل مخالف للقانون، سواء العمل ده من الناحية المالية الإدارية. المهم إن العمل هنا مخالف للقانون، ومتى وجدت المخالفة إذا وجد فساد، لأن المخالفة دي أكيد هيكون هناك مصلحة، وطالما خالفت القانون يبقى المصلحة أكيد تتعارض مع المصلحة العامة للوطن. يبقى الفساد اتفقنا إن هو بيعتبر عمل مخالف للقانون والنظام، وغير منسجم، أكيد متعارض مع القيم الأخلاقية الإيجابية اللي بتكون سائدة في المجتمع. لو افتكرنا كده إن احنا اتفقنا إن الفساد بيعتبر سلوك ذاتي بينعكس سلبا على الآخرين. ليه بينعكس سلبا؟ لأن المكاسب اللي بيحققها الفرد بتكون على حساب المال العام، يعني منفعة شخصية أو مصلحة شخصية على حساب اقتصاديات الوطن ومقدراته. إذن الفساد بيقام على أساس استغلال المنصب العام أو استغلال السلطة، سواء كان ده في الوظائف العامة أو في الوظائف الخاصة، يعني اتفقنا إن هو بيشمل القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق منفعة شخصية، زي ما اتفقنا منفعة خاصة بتكون على حساب المجتمع المحيط. وطبعا بالنسبة لانتشار الفساد في الدول، الانتشار الفساد ممكن يكون داخل الدولة سواء كان على المستوى السياسي اللي هو بيقع عندي في قمة الهرم، أو يكون على المستوى الإداري اللي هو بيشمل عندي الجسد والقاعدة زي ما اتكلمنا قبل كده. طبعا إن الفساد لو كان على المستوى السياسي ده بيعتبر أخطر أنواع الفساد زي ما اتفقنا، وإن هو بيلحق الأضرار بالمصلحة العامة للدول والمجتمعات، وبيأثر سلبا على خطط التنمية وبيعوقها. طيب بالنسبة للمستوى الإداري، المستوى الإداري احنا عارفين ان عندي الهيكل التنظيمي اللي بيكون في معظم المؤسسات في تنظيم السلطات، في عندي مستويات للسلطة، في عندي مستوى الإدارة العليا، في مستوى الإدارة الوسطى، وفي مستوى الإدارة الدنيا. طيب الجسد بيشمل فساد للموظفين اللي بيكونوا موجودين في مستوى الإدارة العليا والوسطى، أما القاعدة فبتشمل فساد للموظفين الموجودين في مستوى الإدارة الدنيا، وكنا ادينا مثال عليها زي رجال الجمارك. والفساد كنا اتفقنا ما ننساش ان الفساد ممكن يحدث على المستوى الدولي، يعني بيكون عابر للحدود، خاصة في ظل العولمة واقتصاديات السوق الحر والاقتصاد الحر، او انه يحدث الفساد داخل الدولة، يعني على المستوى المحلي سواء كان في القطاع العام، يعني في الدوائر الحكومية والعمل الحكومي، أو حتى في العمل الخاص، وبيكون الهدف هو تحقيق مصالح شخصية سواء تم ده بوجود وسطاء أو قام بيها الشخص نفسه، وطبعا ده بيكون في الخفاء. طيب عن أنواع الفساد، اتفقنا إن في عندي 4 أنواع أساسية للفساد. عندي الفساد المالي، الفساد الإداري، والسياسي والأخلاقي. الفساد المالي
قلنا إن الفساد المالي بيعتبر هو مخالفة للقواعد والقوانين أو الأحكام المالية اللي بتنظم لي سير العمل المالي داخل الدولة، ومخالفة التعليمات والقوانين دي الخاصة بأجهزة الرقابة، ده هنا هيمثل لي فساد مالي. وبيلجأ ليها الشخص عشان يحقق بعض المكاسب الشخصية. وفي فساد إداري اللي هندرسه النهاردة إن شاء الله في محاضرتنا، إضافة للفساد السياسي والأخلاقي. طب بالنسبة للفساد المالي، الفساد المالي كان بيركز على إيه؟ العناصر الأساسية اللي شملها الفساد المالي بيتمثل في الكسب أو الإثراء غير المشروع، أو الرشوة واختلاس المال العام وإهدار للمال العام وأيضا غسيل الأموال. دي كده السابقة. بنستكمل اليوم باقي أنواع وصور الفساد عندي. تاني حاجة اللي هو الفساد الإداري. يعني إيه فساد إداري؟ قال لي الفساد الإداري هيبتدي يشمل أي انحرافات، أي مخالفة للقواعد والقوانين التنظيمية اللي بتنظم العمل داخل المؤسسات وبتضمن تحقيق الأهداف بكفاءة. بتبدأ عندي الأعمال الإدارية بداية من اختيار الموظف أو العامل الموجود عندي في الشركة، والتوفيق والموائمة بين مواصفات هذا الشخص أو العامل أو الموظف مع الوظيفة. في حاجة اسمها كده توظيف الوظائف، يعني بيبتدي كده تحديد، أو كل مسؤول بيحدد ايه هي الوظيفة بتاعتي، ايه هي متطلباتها، بتتطلب كفاءة في الشخص اللي بيقوم بيها عشان يحقق الأهداف بفعالية وكفاءة. ايه المواصفات اللي المفروض ان الشخص ده يكون عارفها؟ لو عندي مثلا وظيفة تتعلق باستخدام الحاسب الآلي، مش معقول اختار شخص يفتقد هذه المهارات، لا، يجب ان هو يكون حاصل على برامج تدريبية من جهات معتمدة وبيقدمها عند الالتحاق عشان يضمن المدير هنا أو من يقوم بالإدارة ومن لديه السلطة في الإدارة إن هو بيختار الشخص المناسب في المكان المناسب. يعني بيعمل كده تزاوج وموائمة بين قدرات الفرد وما يمتلكه من معارف ومهارات ومتطلبات الوظيفة عشان يضمن النجاح، يضمن إن هو أدى عمله بنجاح. طب أي خلل، أي انحراف بداية من تعيين الشخص ووضعه في المكان المناسب واختياره وحتى مراقبته بعد أداء العمل لضمان الكفاءة في أداء الوظيفة وإن هو بيحقق فعلا الأهداف بصورة جيدة، أي انحراف فيها، أي مخالفة بتمثل عندي فساد من الناحية الإدارية أو فساد إداري. إذن الفساد الإداري يتعلق بالانحرافات الإدارية والوظيفية وحتى التنظيمية بتصدر من الموظف. ممكن لو عندي موظف تم تعيينه، ممكن إن الشخص ده بعد التعيين ما يحترمش مواعيد العمل، أو يعني ما بيجيش في مواعيده المحددة، يتأخر، يبقى عنده عدم قدرة على تحمل المسؤولية. طبعا المفروض المسؤول ان هو بيقومه ويعدل من سلوكه ويوجهه او يتخذ ضده الاجراءات بعد كده الصحيحة. او ممكن ان الموظف بيبتدي يمضي الوقت بتاعه، يقضيه الوقت اللي بيقضيه في العمل، يقعد يقرا الجرايد والصحف او يقابل بعض الزوار، يتحدث مع زملائه، المهم في نوع من التراخي او الكسل في اداء العمل وفي عدم تحمل للمسؤولية. طبعا أي شخص في أي وظيفة ينبغي إن هو بيحكم ضميره، يعني بيؤدي جميع المهام المطلوبة منه في العمل على أكمل وجه. طالما هو قبل هذا العمل يبقى ينبغي عليه تحمل كافة المسؤوليات وأدائها اللي بتتعلق بالعمل اللي هو التحق بيه. كمان إن إفشاء أسرار الوظيفة، أسرار العمل، تعتبر من ضمن أشكال الفساد الإداري. إذن الفساد الإداري عبارة عن مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانين والأحكام وأصول العمل الإداري. ليه؟ عشان بتأثر على الإدارة وقراراتها وأنشطتها بهدف الانتفاع
من الوظيفة، سواء كان الانتفاع أو تحقيق المنفعة ده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعني تحقيق مصلحة خاصة، أو التراخي وعدم الانتماء أو تحمل المسؤولية تجاه العمل وعدم أدائه كما ينبغي أن يكون أو بالشكل الصحيح. بعد كده أشكال الفساد الإداري. طب يا ترى الفساد الإداري ده هل ليه أشكال زي ما اتكلمنا في الفساد المالي؟ يعني ليه مجموعة كده من الأنواع ممكن إن احنا نصنفها؟ قال لي أيوة، في عندي أشكال للفساد الإداري تتمثل في المحسوبية والمحاباة والوساطة، أو استغلال النفوذ الوظيفي والتهاون في القيام بواجبات الوظيفة، بمعنى إن الشخص قد يكون هناك تحقيق مصلحة خاصة من استغلال الوظيفة والنفوذ الوظيفي للشخص في تحقيق بعض المصالح والمنافع الشخصية للشخص نفسه أو لأحد أقاربه في مقابل معين بيحصل عليه الفرد، أو حتى التهاون في أداء الوظيفة. عندي أول حاجة بالنسبة للمحسوبية والمحاباة والوساطة. طبعا في تداخل ما بين الثلاث مفاهيم، ولكن هنحاول إن احنا نبسطهم مع بعض عشان نقدر نفهمهم أكتر. طيب بالنسبة للوساطة أو الواسطة، الواسطة بتحدث إمتى؟ لما بيكون في تدخل من فرد معين أو من مسؤول لصالح فرد ما أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة، بمعنى ان في شخص بيتدخل عشان يحقق مصلحة معينة لفرد او مجموعة من الافراد، يعني جماعة، دون مراعاة لاصول العمل والكفاءة، يعني في هنا مخالفة للقوانين، مفيش التزام باصول العمل ولا بمعيار زي الكفاءات في الاختيار. طب ده زي ايه؟ زي تعيين شخص في منصب معين، شخص عيناه في منصب معين لمجرد ان هو قريب ل شخص معين رغم ان هو غير كفء، يبقى هنا لم تغلب الكفاءة، ولكن كان الاختيار بسبب واسطة اللي هي القرابة او انتماء معين. طيب بالنسبة للمحسوبية، المحسوبية بتنصب اساسا على تنفيذ بعض الاعمال، يعني بنقوم ببعض الاعمال لصالح فرد معين او جهة بينتمي ليها شخص معين، ان الشخص ده من عيلة معينة او من منطقة معينة، ولكن دون وجه حق، الشخص ده غير مستحق لهذه الأعمال وفي مخالفة للأولويات اللي موجودة عندي في معايير المؤسسة اللي موجودة. يعني ممكن يكون في بعض المناقصات أو بعض العطاءات أو تنفيذ مشروع معين، عندي متقدم أكتر من شركة مقدمة عندي عطاءات، وبيتم الاختيار لقرابة أو الانتماء لعائلة معينة أو منطقة، ولكن دون مراعاة مصلحة العامة للعمل أو الكفاءة اللي بتكون موجودة. طيب بالنسبة للمحاباة، المحاباة بتتضمن تفضيل لجهة على جهة أخرى، برضو بيكون بدون وجه حق عشان يحصل على مصالح معينة. إذن المحسوبية أو المحاباة أو الوساطة بيجتمعوا في إن هناك الحصول على خدمة بغير وجه حق، أو الحصول على منصب بدون وجه حق، دون مراعاة الكفاءة، دون التزام بالأصول والأولويات اللي بتكون موجودة داخل المؤسسات. طبعا ده عمل مرفوض، ينبغي التصدي له، ينبغي تغليب الكفاءة في العمل لصالح الوطن. الشكل الثاني من أشكال الفساد الإداري وهو استغلال النفوذ الوظيفي، إن أحيانا أصحاب المناصب العليا اللي هم بقى بيكونوا في مستويات الإدارة العليا بيلجأوا لاستغلال مناصبهم عشان يقدروا يحققوا مكاسب مادية، مع الوقت بيقدروا يتحولوا لرجال أعمال نتيجة المكاسب اللي هم حصلوا عليها نتيجة مخالفة القوانين، وبيتحولوا لرجال أعمال أو حتى شركاء في تجارة بجانب كونهم مسؤولين في القطاع الحكومي أو مسؤولين حكوميين، ومن ثم بيبتدوا إن هم يهتموا
بان هم يبحثوا عن الطرق المختلفه اللي ممكن تزود من ثرواتهم وتزود من ثرائهم ومنفعتهم الخاصه، اكتر من ان هم يهتموا باداء اعمالهم بالصوره المثلى والاهتمام ببرامج التنميه اللي موجوده وتحقيق الرفاهيه للمواطنين وخدمتهم. إذن استغلال النفوذ الوظيفي ممكن نعرفه بأنه الاستفادة من السلطة أو الاستفادة من الوظيفة للحصول على منفعة خاصة من خلال استثمار المعلومات. المعلومات دي حصل عليها الفرد بموجب وظيفته، فهو بقى إيه، بيبتدي يستفيد من السلطة ومن المعلومات اللي موجودة عنده اللي المفروض إن هي سرية في المؤسسة، ويبتدي يؤثر بصورة غير قانونية بما يخالف القوانين والمشروعية على قرار جهة أخرى، حتى لو مش قراره هو، لا ده ممكن كمان الخطورة إن هو يأثر في الآخرين، وبيتم استغلال المنصب العام أو السلطة دي عشان تحقق مصالح زي ما اتفقنا شخصية أو خاصة بالفرد. طب ده زي إيه؟ زي التأثير في قرارات بعض المحاكم من خلال الابتزاز، وده بيكون ملاحظ ان في بعض المسؤولين ممكن بعض منهم بيتحول مع مرور الوقت لشركاء او رجال اعمال في تجارة معينة زي ما اتفقنا، بجانب كونهم مسؤولين في القطاع الحكومي او مسؤولين حكوميين، فبيبتدوا يوجهوا قدراتهم للبحث عن الطرق اللي ممكن ان هي تزود من حجم ثروتهم ومن الربح الخاص على حساب المصلحة العامة. طيب زي ايه كمان؟ زي بالظبط لو في عندي موظف في المستويات الإدارة العليا هيبتدي ان هو يستغل منصبه مثلا كزي مدير، ان هو بيحصل على بيسهل حصول بعض الشركات على امتيازات خاصة مثلا في بعض المشاريع نتيجة حصوله على منفعة خاصة بيه، مثلا مشروع في الصرف الصحي، في بناء المدارس، او ان هو بيقدم رخص لإقامة بعض المباني، بعض محطات الوقود، أو حتى ممكن يقدموا بعض التسهيلات في استيراد المواد الأساسية سواء كانت غذائية أو حتى محروقات من غير ما يكون في التزام بالشروط الخاصة اللي موجودة وتحقق مصلحة المواطنين، لا هو بيبتدي يستغل منصبه عشان يحقق مكاسب خاصة، فبيدي بقى امتيازات سواء كانت في الخدمات العامة أو في الحصول على أراضي أو رخص للاستيراد أو إقامة بعض المباني والمدارس. ثالث شكل اللي هو التهاون في القيام بواجبات الوظيفة، إن الشخص هيبتدي يتهاون في أداء واجباته الوظيفية. زي إيه؟ زي بالظبط قيام الموظف عدم احترام المواعيد الرسمية مثلا للعمل، عدم احترام الرسمية والقواعد والأحكام اللي بتنظم العمل والوظائف الموكلة ليه، يعني المفروض ان هو يؤديها، بيؤديها بتكاسل، بيأجل العمل، كل ده بيضر بمصلحة العمل. او ممكن ان الشخص يكون بيجمع بين الوظيفة واعمال اخرى من غير ما يبتدي يخطر ادارته، فده بيضر باداء وظيفته الاساسيه لان بيكون هناك تكاسل لانه تعبان من الوظيفه الاخرى، وبيبقى في عنده غياب كتير وعدم القيام بمهامه الوظيفيه بصوره جيده او زي ما هو مطلوب منه، يعني بيكون هناك تراخي شديد في اداء الوظيفه وعدم احترامها وعدم احترام المهام الوظيفية. إذن التهاون في القيام بواجبات الوظيفة بيركز على تهاون الموظف بلا سبب، طبعا ممكن الموظف يكون مريض، يتعب، يعني هناك سبب واضح، ولكن الفساد اللي احنا بنقصده هنا اللي هو بيكون تهاون الموظف وتكاسله عن أداء عمله بلا سبب من غير سبب مشروع. هو الموظف هنا عنده تهاون في أداء واجباته الوظيفية كعدم احترام الرسمية وعدم إنجاز المهام الوظيفية الموكلة إليه، المهام اللي المفروض يقوم بيها،
نتيجة التكاسل وعدم الرغبة في العمل، أو ممكن يكون الجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى دون إذن إدارته، يعني بيشتغل في أكتر من عمل من غير ما يخطر الإدارة بتاعته أو يستأذنها ويحصل على إذن. طبعا ده بينتج عنه الترهل في الوظيفة العامة وغياب المساءلة والمحاسبة. يبقى إذن الثلاث أشكال الأساسية للفساد الإداري اللي تناولناهم، قلنا أول حاجة عندي هي في الفساد الإداري هي المحسوبية والمحاباة والواسطة، تاني شكل كان استغلال النفوذ الوظيفي، وتالت شكل كان التهاون في القيام ب. طيب بعد كده في عندي مظاهر الفساد أو الفساد السياسي كاستكمال، والفساد الأخلاقي كاستكمال لأنواع الفساد. بالنسبة للفساد السياسي قال لي إن الفساد لأغراض سياسية أو الفساد السياسي يمكن تعريفه بأنه سلوك قائم على التنصل من الواجبات الرسمية المتصلة بالوظيفة العامة، أي وظيفة عامة هناك تنصل من الواجبات، عدم قيام الفرد بالواجبات، أو إن هو بيتنصل من واجباته ومهامه الأساسية في الوظيفة لإيه؟ في سبيل وهدفه هنا إن هو بيحقق مصلحة خاصة، سواء كانت المصلحة دي لنفسه أو لمجموعة أو حلقة سياسية أو حزبية، أو انتهاك للقواعد الرسمية. طالما وجد عندي انتهاك لقواعد رسمية لقوانين، إذن هناك فساد. طيب ده في سبيل تكوين أنماط معينة عشان يكون أنواع معينة من النفوذ، وإن هو يأثر على تحقيق المصلحة الخاصة لهذه المجموعة، ده على حساب طبعا المصلحة. والفساد السياسي زي إيه؟ مثال اللي هو قيام بعض المرشحين، بنشوف في بعض الانتخابات ممكن ان بعض المرشحين قد يلجأوا البعض منهم في الانتخابات الخاصة بالأحزاب أو حتى البرلمان، بيقوموا برشوة الناخبين، يعني بيديهم بعض المبالغ بقى المالية أو بيدوهم حاجات عينية، المهم عايزين ان هم يفوزوا بأصواتهم عشان يحصلوا على المنصب، وبعد كده بيستغلوا مواقعهم دي في الحصول على منفعة خاصة. كمان إضافة إلى إن بعض المرشحين إذا كانوا بيعملوا في بعض المناصب الحكومية ممكن إن هم يستخدموا وسائل النقل الحكومية أو الأدوات الموجودة في المنظمات الحكومية والموظفين والشركات في أعمال الدعاية الانتخابية الخاصة بيهم، يعني بيحصلوا هم على منفعتهم الشخصية وبيقدموا مكافآت وحوافز للموظفين والعمال مقابل ان هم يقوموا بالدعاية او حتى التصويت لصالح هذا المسؤول، ده اللي بنطلق عليه لفظ التمويل الانتخابي. اذا التمويل الانتخابي عبارة عن ما يقوم به بعض المرشحين في انتخابات الاحزاب او حتى البرلمان، بيقوموا برشوة الناخبين للفوز باصواتهم أو استغلال مواقعهم السياسية في استخدام وسائل النقل الحكومية والموظفين والشركات التابعة لسلطاتهم في أعمال الدعاية الانتخابية وتقديم المكافآت والحوافز للموظفين والعاملين، ده مقابل إيه؟ مقابل القيام بالدعاية والتصويت لصالح هذا المسؤول السياسي، واتفقنا إن ده بنطلق عليه لفظ اسمه التمويل الانتخابي. إذن الفساد السياسي بيهدف إلى الضغط على مجموعة أفراد عشان يغيروا سلوكهم في موقف، أكيد موقف تساومي، يعني في مساومة إن الشخص ده بينتخب أو بيدلي بصوته مقابل منفعة بقى مادية، مقابل بيحصل على مكافأة، مقابل إن هو انتخب أو قام بالدعاية مثلا في المثال بتاعنا، يعني بتقوم على استغلال النفوذ و التأثير بما يحقق المصلحة الخاصة لبعض الأفراد أو المقربين ليهم. برضو المثال الخاص ببعض المناقصات أو بعض العطاءات والتربح من الوظيفة ممكن برضو بيلجأ ليه بعض السياسيين لما لهم من نفوذ، فبيلجأوا للتربح من سلطتهم سواء هم دخلوا في مناقصات بأسمائهم أو من خلال أقاربهم أو
أبنائهم وبيحصلوا على عمولات ضخمة عشان يسهلوا حصول بعض الآخرين عليه. دي صور بعض أنواع الفساد السياسي اللي قد يتواجد، وإذا تواجد الفساد السياسي فله آثاره السلبية سواء كان على النظام الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي في بعد كده. عندي الفساد الأخلاقي. الفساد الأخلاقي بيتمثل في مخالفة الأخلاق والسلوكيات الأساسية والآداب، أي أعمال مخلة للحياة بيقوم بيها أي موظف، بيقوم باستغلال سلطته عشان يضغط على بعض الموظفين أو المرؤوسين الموجودين تحت إدارته عشان يقوموا بالأعمال المخالفة للأخلاقيات مقابل الحصول على بعض امتيازات سواء كانت في الوظيفة أو لو كانوا قاموا ببعض المخالفات، فبيبتدي إن هو يغض الطرف عنها وكأنه ما شافهاش وبيتجاهلها هذا المسؤول. إذن الفساد الأخلاقي قال إن يمكن تمثيل ذلك النوع من الفساد، يعني النوع من الفساد ده بيشمل مجمل يعني كل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي، يعني بيكون هنا الفساد الأخلاقي ينصب على شخصية الفرد، هو سلوك ذاتي بينصب على سلوك الشخص نفسه وتصرفاته. زي إيه؟ زي القيام بأعمال مخلة بالحياء في مكان العمل تتنافى مع الآداب، قد يكون التحرش الجنسي في أماكن العمل أبرز صور هذا الفساد، فبيقوم المسؤول المباشر باستغلال سطوته وسلطته على المرؤوسين الخاضعين له عشان يبتدي يجبرهم على القيام بأعمال مخلة بالحياة مقابل الحصول على امتيازات قلي أو غض الطرف عن ما يقوم به من مخالفات. إذن فالفساد الأخلاقي بيتضمن كل ما يخالف الأخلاق والآداب والقيم الحميدة زي الرشوة الجنسية والابتزاز الجنسي. حضرتنا اليوم بتكون انتهت، استكملنا فيها أنواع وصور الفساد، اتكلمنا عن الفساد الإداري واتكلمنا عن الفساد السياسي واتكلمنا على الفساد الأخلاقي. بالنسبة للفساد الإداري اتفقنا إن ليه 3 أشكال أساسية اللي هو عندي المحسوبية والمحاباة والوساطة. الشكل الثاني كان استغلال النفوذ الوظيفي، والشكل الثالث كان التهاون في القيام بواجبات الوظيفة. بعد كده درسنا الفساد السياسي واتفقنا إن بيكون له آثاره على النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الدولة. وبعد كده اتكلمنا على الفساد الأخلاقي واتفقنا إن كل ما هو يتضمن كل الأعمال المخلة بالحياء والقيم والأخلاق الحميدة بما يشمله من رشوة جنسية أو حتى ابتزاز جنسي. إن شاء الله المحاضرة القادمة هنبتدي بقى نتكلم، طب الفساد بقى اللي احنا تناولنا أنواعه المختلفة والأنواع الأربعة السابقة وما له من مظاهر سواء كانت في المجتمع أو من الناحية الأخلاقية والإدارية والسياسية، هل أسباب الفساد واحدة؟ هل ممكن إن احنا نجمل أنواع الفساد دي في بعض النقاط الأساسية أو نتوقعها؟ ده اللي مطلوب منكم إن انتوا تحاولوا تفكروا فيه لغاية المحاضرة الجاية إن شاء الله. وهل أسباب الفساد واحدة ولا ممكن تكون بتختلف من مجتمع لآخر؟ هترك لكم بقى المجال ان انتوا تفكروا في اسباب الفساد وتحاولوا تتوقعوها، وهل بتختلف من مجتمع لاخر من دولة لاخرى ولا تتشابه معظم انواع الفساد. في نهاية محاضرتنا طبعا بتمنى لكم اطيب الامنيات بالنجاح والتوفيق في مقررنا وفي سائر المقررات باذن الله، وإن شاء الله نتقابل في المحاضرة الجاية ونبتدي نتكلم عن أسباب الفساد ونعرفها مع بعض ونحددها بإذن الله. والسلام.